بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع رسالة جديدة من رسائلكم في برنامجكم لماذا تركت الوهابية، والأخ المرسل يجيب يقول: بسبب دعاء ليلة القدر وأسباب كثيرة. ويقول، يعرف عن نفسه في البداية بعد السلام والتحية، أنه من دار الهجرة الأولى التي هي الحبشة. اللغة الحقيقة فيها بعض الضعف، اللغة العربية، وهو معذور لأنه ليس من العرب، وإن كنت يعني أعلم أن أهل الحبشة لغتهم تكاد تكون عربية محرفة، فهي لغة قريبة جدا من اللغة العربية. وإذا ما سمعتهم من بعيد فإنك تظن أنهم يتكلمون العربية، وقد نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض كلمات في بعض الكلمات مداعبا لوفد الحبشة حينما جاءوا، كما في حديث البخاري، فقال لهم: سناه سناه سناه، هكذا ينطقونها بالإمالة، سنيه سنيه يعني حسن، سني. فهكذا يسأل واحد منهم يقول: كفى لك، يعني كيف حالك؟ فيقول: سنيه سنيه، يعني لغة عربية تكاد تكون لغة عربية محرفة. والحقيقة نعم، هم دار الهجرة الأولى. يقول أخونا الفاضل: نشأت في أسرة متدينة، والمشايخ الذين يعلمونا كانوا وهابية. طبعا أجدادنا كانوا صوفية وأشاعرة، حتى جاءت فكرة الوهابية التي مزقت المسلمين إلى أهل مولد الذين يحتفلون بالمولد الشريف، وأهل التوحيد الوهابية، يعني باقي المسلمين عبارة عن المشركين فيما يزعمون. ودرست بعض كتب الحديث والعقيدة على شيوخ الوهابية، كانوا يقولون إن أئمة الإسلام شيوخ المذهب لماذا يتعبون أنفسهم، ولماذا لا يتبعون الكتاب والسنة، وخاصة شيخي كان متأثرا بالألباني، وكان يحرم الاعتكاف وصوم السبت إلى آخره. لا أدري، هذه أنا لست مسؤولا عن مضمون الرسالة، يحرم الاعتكاف أو لا يحرم الاعتكاف هذا أمر لا يعنيني، لكن أعلم أن القوم أهل شذوذ في فكرهم وفي آرائهم. صحيح، لماذا تتعبون أنفسكم وتقرؤون المذاهب، لماذا لا ترجعون إلى الكتاب والسنة؟ في العامية عندنا مثل يقول: اليدري يدري والما يدري كف عدس، يعني الذي يعلم الحقيقة يعلم أن هذا الأمر شاق جدا، وأن هذه المذاهب ما هي إلا مدارس لفهم النص تنقل مذهب أئمة السلف في فهم النص، وأن المذاهب الأربعة ما هي إلا خلاصة فقه الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة. يقول: الذي لفت انتباهي حينما كنت أتعلم عندهم أنهم يقولون إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حقيقة. الله ينزل بلا شك، لكن حقيقة هذه من أين جاءوا بها؟ بلا شك السلف الصالح يؤمنون أن الله جل جلاله ينزل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبت هذا النزول مقيدا بلغة العربي بحقيقتها ومجازها وكناياتها ونحو ذلك من ناحية، كما أنه مقيد من ناحية أخرى بقطعيات الدين، إذ قطعيات الدين هن أم الكتاب، كما أخبر الحق العلي سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن محكم الدين حاكم على متشابهه، والمتشابه يرد إلى المحكم وجوبا. أما النزول الحسي الذي تزعمه الوهابية، فهذا كما قلت مرات وكرات يلزم منه دخول أهل النار الجنة. كيف؟ لأنه محال عقلي. قال الله سبحانه: ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. إذا جاءت الأحاديث بأن العرش أكبر من السماوات،
أكبر من السماوات السبع، وكل سماء بالنسبة لما فوقها ما هي إلا حلقة. حلقة ملقاة بفلاة. صحح لي بعض الفضلاء أن كنت أقول حلقة حلقة منزوعة، وهو من الإخوة الفضلاء أستاذ جامعي في الجزائر، كان وهابيا سابقا فهداه الله تعالى واجتباه والحمد لله على هذا، فقال دائما أنت تقول حلقة منزوعة، أنا حفظت وأنا صغير بهذه الطريقة، فربما أخطأت في مواضع سابقة، نحن نصحح إن شاء الله. إذا كانت السماوات السبع بالنسبة للعرش كحلقة منزوعة، كالحلقة ملقاة بفلا، طيب هذا السماوات السبع، تصور أن السماء الدنيا تتسع لها حتى تثبت صفة الاستواء. ما هو مذهب الوهابية ما هو؟ يعني أشبهه بماذا؟ أشبهه بمن يضع الماء في الغربال، تضع الماء في الغربال وتسد من هذه الجهة ثم يفتح من هذه الجهة، ما الذي يحصل؟ يريدون إثبات العلو الحقيقي المادي الحسي دائما أبدا، ويريدون صفة استواء حقيقي يعني جلوس على طريقتهم تماما، وأن هذه لا تزول صفة الذات، وفي الوقت ذاته هذا العرش الكبير ينزل إلى سماء الدنيا تتسع له، والله تعالى يقول عن أهل النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أو يبقى العرش فوق ومعبودهم هذا الذي يعبدون يكون تحت، إضافة لحقائق الجغرافيا والفلك التي تقرر أن الأرض كروية من ناحية، وأن الليل هذا ثلث الليل الأخير يبقى في الأرض لا يزول، فبناء عليه سيعبدون إلها نازلا باستمرار، وهم يقررون أنه الأعلى تعالى وتقدس، أما ربنا جل جلاله فليس كذلك، ربنا الأعلى العلي الكبير لا يمكن أن يكون نازلا نزولا حسيا ولا يصعد صعودا حقيقيا، لأن هذه من صفات الكائنات والله خلاف ذلك. يقول الذي لفت انتباهي أنهم يقولون أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حقيقة، ثم بعد ذلك قرأت كتاب فتح الباري للحافظ بن حجر في شرح الحديث، والقوم يقولون أن الحافظ بن حجر لم تصله عقيدة السلف، لم تصله عقيدة السلف. طيب ما رأيكم أن نوصلها لهم، نوصلها للإمام بن حجر؟ اسمع ماذا يقول أخونا ذاته، يقولون إن الحافظ ابن حجر لم تصلوا عقيدة السلف، فرأيت ردهم على الإمام الطحاوي فتحيرت على في هذا الأمر. الطحاوي من أئمة السلف، والطحاوي يقرر أن الله تعالى تنزه عن الحدود والغايات، إذن لماذا يكذبون على المسلمين ويقولون نحن نتبع السلف؟ إذا كنتم تردون على الطحاوي، ولنا تسجيل مطول في تعقب ابن باز لمعتقد السلف، الطحاوي يقول شيء ابن باز يخالفه صراحة جهارا نهارا، لأن ابن باز لا يخرج عن قول ابن تيمية. طيب الآن قلت بابن حجر لم تصل عقيدة السلف، وجاءتكم عقيدة السلف مباشرة عن طريق الإمام الطحاوي فرددتموها وطعنتم فيها، فلماذا تخدعون الناس وتقولون نحن نتبع السلف؟ يا أخي كونوا صرحاء، كونوا صادقين، قولوا نحن نتبع ابن تيمية، قولوا نحن نتبع ابن كرام السجستاني، قولوا نتبع هؤلاء المجسمة، لماذا تقولون نتبع السلف إذا كنتم تردون عليهم صباح مساء؟ يقول فتحيرت في هذا الأمر، ثم دعوت الله تعالى في العشر الأخير من رمضان أن يجعلني على الطريقة التي أرسل الرسول من أجلها عليه الصلاة والسلام. ورأيت فيديو للشيخ مولود السريري، السلفية المعاصرة أكبر بدعة في هذا العصر، ثم رأيت تعليقكم عليه، ثم شاهدت فيديوهاتكم وقرأت كتاب ابن الجوزي دفع شبهة التشبيه، وبحثت لأربعة أشهر فرأيت معظم علماء المسلمين كانوا على عقيدة الأشاعرة، فانفكت عني عقدة الوهابية فتبينت لي شبهاتهم، والآن أنا باحث عن شيخ من أهل السنة الأشاعرة يعلمني العقيدة الصحيحة، فادعوا الله لي بالثبات الحق. أسأل الله جل جلاله أن يثبتك على الحق، ما دام أنت رجعت إلى الله جل جلاله ولجأت إليه في أوقات القرب، فاطلب منه ذلك أن يرشدك
وأن يسددك وأن يدلك على الطريقة التي يرتضيها وعلى الشيوخ الذين يرتضيهم سبحانه وتعالى. نحن نأوي إلى قرار متين، نحن نأوي إلى ركن ركين، نحن نأوي إلى أهل الإسلام قاطبة، وقبل ذلك إلى الله العلي الكبير. نعم يا أخي، نعم يا أخي، هذه العقيدة التي نعلمكم إياها هي التي يرتضيها الله سبحانه، والله على ما أقول شهيد، هي التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وأولياء الله قاطبة في هذه الأرض. لا نعلم وليا على عقيدة التجسيم، ولم ولن يكون أبدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.